انضم الينا عبر سكايب من موسكو الدكتور محمد ابو العز الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور. يعني اذا معارك تدور في بخموت واخرى في فوليغدار، والغرب يتوقع ايضا شن هجوم اوسع من موسكو على اوكرانيا، ولكن الرئيس الاوكراني متفائل ويقول انه سوف ينتصر، او يقول ان اوكرانيا سوف تنتصر، وكذلك الراي العام الاوكراني على الاقل عبر وسائل الاعلام يعني نراه متفائلا. إلى ما يستند الجميع يعني في هذا الأمر؟ أولا تحياتي. ثانيا، ما يقوله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعد يقابل هنا في روسيا، في عموم روسيا، بكلمات ساخرة، فإنه في البداية هو ممثل كوميدي، ولا نستطيع إلا أن نضحك على تصريحاته كلها وعلى ما يقول. فهو يستند إلى التعزيزات والمساعدات الغربية له. أين ذهبت هذه كل المساعدات على مدار عام حتى الآن؟ هناك تقديرات بما يعادل تقريبا 600 مليار دولار من أمريكا والدول الغرب معا. فأين ذهبت كل هذه المساعدات؟ فهو يعني إذا كانت بالفعل كل هذه المساعدات دخلت فعليا الحرب، أو دخلت في نطاق الأوكراني، لكانت هزمت روسيا من منذ زمن. يعني تتحدث يا دكتور عن المساعدات المالية، ولكن هناك أيضا مساعدات عسكرية. يعني لماذا إلى الآن هذه المساعدات، على الرغم من عدم وصول كل المساعدات المطلوبة، إلا أن المساعدات المتوفرة يعني غير مجدية بالمرة أو إلى حد كبير؟ يعني لأن ببساطة شديدة جدا هناك أكثر من تقرير يقولون أن فساد أوكرانيا لن يصل بكل المساعدات الغربية العسكرية. إذا تحدثنا عن المساعدات العسكرية، فقط عن المساعدات العسكرية، فيقال هناك تقارير تقول أن لا يتعدى ثلث الكمية أو ثلث المساعدات العسكرية هي من تدخل الحرب، ولكن باقي المساعدات يتم بيعها في السوق السوداء وعلى الانترنت الاسود. وهذا هو فساد زيلينسكي. ولكن لا توجد دلائل على هذا، دعنا نقول هذا دكتور محمد، ولكن على ارض الواقع. نعم، على ارض الواقع هذه دلائل. لماذا لم يستطيع الغرب ولم تستطيع اوكرانيا هزيمه روسيا حتى الان؟ والآن مرت سنة كاملة على هذه الحرب وهذه العمليات العسكرية الروسية، فالدليل واضح. ولكن إذا كانت روسيا أو الرئيس بوتين أو وزارة الدفاع الروسية ترى بأن أوكرانيا غير مؤهلة لخوض هذه الحرب أو للمواجهة، يعني إلى ما أيضا هذا، لماذا هذا الحشد من قبل الرئيس الروسي وهذه التصريحات التي تم أيضا اليوم تصعيدها من قبله عندما تحدث عن تعزيز الردع النووي، وتحدث أيضا عن صواريخ عابرة للقارات وما إلى ذلك؟ أنبه شيء مهم جدا. الرئيس الروسي وكذلك الحكومة الروسية وجميع التصريحات الروسية التي صدرت في هذا الصدد، بهذا الصدد والأسلحة النووية أقصد، فهي كانت مجرد أسلحة، وأقيل هذا التصريح مرارا وتكرارا من قبل الرئيس الروسي وغيره من المسؤولين في الحكومة الروسية، أن هذا سلاح ردع فقط بالنسبة لروسيا، ولن تستخدمه روسيا إلا إذا بدأ الطرف الآخر في استخدام الأسلحة النووية. وهذا كان كلام واضح جدا ومعروف، بغض النظر عن ما قاله السيد ميدري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قبل يومين، أن روسيا ستدافع عن نفسها وعن أمنها القومي بكل ما تملك من أسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية. فهذا كلام مجرد للردع أعتقد. يعني إذن هل ترى يا دكتور بأننا يعني بالفعل العالم سوف يشهد مرحلة جديدة في هذا الصراع بين موسكو وكييف في المرحلة القادمة، أم أن الأمر لا يتعدى كونه يعني حرب إعلامية أو تراشق إعلامي أو حرب نفسية وما إلى ذلك؟
سيكون في مرحلة جديدة فعلا، ولكن لن تكون نووية أعتقد ذلك، والجميع يعتقد ذلك أيضا هنا في حتى في روسيا، الجميع يعتقد أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي، وإنه فقط موجود بروسيا لمجرد الردع ليس أكثر. وهذا ما يوقف الغرب حتى الآن أمام روسيا، فهي كانت تستطيع ضرب روسيا في اليوم الأول من بدء العمليات الخاصة. إذا لماذا يعني يراوح الموقف مكانه بهذا الشكل؟ يعني لماذا نجد أن الأمور في حالة يعني تجمد حقيقي بالرغم من كل هذه التصريحات، وإنما الحرب أو الصراع يعني يراوح مكانه؟ الصراع سيظل قائما حتى أن يعترف الغرب وتعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالوجود الروسي كقوة عظمى ثانية أو ثالثة أو خامسة إذا صح القول، ولكن مع الأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية لا ولن تعترف بالوجود الروسي كقوة عظمى أخرى توازي القوى الأمريكية، فهي لا تريد ذلك، فهي لا تريد عالم ذو قطب واحد وليس متعدد الأقطاب كما يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكما ترى الصين كذلك، وكما ترى كثيرا من الدول وكثيرا من دول العالم عموما تريد أن يكون هناك أكثر من قطب في الكرة الأرضية وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط. فعندما تخرج الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحقيقة سينتهي الصراع على الفور. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من موسكو الدكتور محمد أبو العز الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.